Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me. السلام عليكم الاخوان، كي دايرين؟ عنين معكم عماد. يلا نستافدوا مع عماد فيديو جديد. الفيديو ديال اليوم تعطلت عليكم بزاف، تنعتذر منكم عاوتاني. الفيديو ديال اليوم غادي ما نهضرش لكم على شي حاجه، غادي دابا انا عندي الطيور في البداله والطويرات ديالي مده ما عطيتهمش الخص، حيت لحقاش مع ظروف العمل ما كنتش نسالي صراحه الله. اللي كنت نجي الوقت اللي تنعطيهم غير تنوكل وتنشرب وتنمشي للخدمه. دابا يوما بالليل، دابا هاد اللحظه هادي راه بالليل فاش نصور الفيديو هذا، كنت دايز وخديت الخص للطيور وقلت غادي نصور لكم فيديو تشوفوا الطيور قداش موحشين الخص وشنو غادي يديروا للخص في الماكله ديالو، حيت لحقاش الخص راه مهم بزاف بزاف بزاف، راه فيه نسبه الالياف الخشبيه طالعه، يعني شي عاون الطويرات ديالنا وقيت طرح الريش. انا غادي نصور لكم الفيديو ونصور لكم دابا الخص، راه غسلته راه خليته شي تسقطر، وغادي نوريكم الريش كي عندي البيش كي مرون في الريش والزوان عشي شنو، راه صراحه الله الروينه دير بصح. دير ابوني وجيم وفعل الجرس ويلا نستافدوا عماد مع عماد، وبارطاجي الفيديو مع الاصدقاء ديالك. هانتوما شو شحال ديال الريش، شو شحال شي الريش، هادشي الريش هنا راه ماشي شويه اولا، اشوف شحال الريش الاخر هنايا. هانتوما الطويره شادو ديال الكلوستر، وهنايا الريد فاكتور. هانتوما كيفاش تلاحظوا معايا الخص ها هو. دابا انا الخص غادي نعطيه للطويرات، هادو غنعطيهم كل وحدين، غادي نعطيهم شويه ديال الخص. دابا انا جبت غير خصه وحده وغنقسمها على جوج، كيفاش تلاحظوا معايا راه ديجا قسمتها. غادي نعطي هادو النص وهادو النص، وغادي تشوفوا الطويرات ديالنا كيفاش يتفاعلوا مع الخص، حيت لحقاش عرفتي شنو المده هادي ما عطيتهمش الخص كلاول، عرفتي. ولكن راه صراحه الله راه مهم هو الطويرات اللحظه الحاسمه دابا. نصاوبو كروشي، باش نعلق الخصة الثانية الأولاد ديال الكلوستر. كيفاش تلاحظوا معايا دابا هنايا عطيت الخص للطويرات، دابا غادي نوريكم الفيديو الطويرات كيديروا الخص. شو الطويرات دغيا ديال الريد فاكتور، save me now.
معنا الطويرات كي كانوا شي ياكلوا في الخص وحالهم هما وحشين الخص باش ياكلوا. المهم لاحظتوا معنا الفيديو كي داير، كنتمنى يعجبكم الفيديو واخا ما طولتش عليكم بزاف هذا الفيديو هذا يكون اقصر. نوريكم غير اللحظات ديال الطويرات ديالي كيفاش تيفتارسوا الخص حيت لحقاش مود هادي ما كلاوهاش. نتمنى يعجبكم الفيديو، دير جيم وابوني ويلا نستافدوا مع عماد وتهلاو.